سوريا. جميع الديانات حرمت الانتحار، حتى ان بعض الديانات وعلى سبيل المثال وحبينا ناخذها يعني شيء فلسفي. شنو مفهومنا للحياه؟ ايش هي الحياه؟ برأي كل حدا يعني حسب مقتنعاتك، حسب انت مقوماتك للحياه، شنو الحياه عندك؟ لا يجوز للمسلم ان ينتحر، يقول الله تعالى: ولا تقتلوا انفسكم. الاسلام في احياء الناس، احياء الناس جميعا. قال الله تعالى: من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس. قامت بعدين مع ست سنين على التتابع سنه سنتين، كل مره بروح تروح وين؟ تزايد. ضبط السويد من مدرسه اكثر شيء، وطبعا الرفاق السوري. اليوم نحن بصدد اعطاء ورشه عمل عن الانتحار. طبعا حاليا هي هذه الظاهره منتشره في مناطقنا. نحن حبينا يعني نوجه الاضواء على هاي الظاهره. طبعا راح يكون اهم المحاوله الموجوده بها هي اسباب الانتحار، او يعني مفهوم الانتحار او تعريفه، الانتحار بالدين او راي الدين بالانتحار. هاي راح تكون اهم الاسباب. طبعا راح نحاول نوزع مجموعات ونشوف ايش الحلول لهي الظاهره، وايش راح يعطونا الرفاق اللي موجودين. طبعا من اهم اسباب هاي يعني توجهنا لهي الورشه هي الحرب الخاصه اللي متوجهه لمناطقنا، واللي هي بسببها كان الاحتلال التركي اللي هو دخل على مناطقنا يعني المخدرات والابتزاز الالكتروني ايضا. فكان لازم نوجه الاضواء على هالشيء هذا، نشوف ايش راي المجتمع، ايش راي المؤسسات والاحزاب السياسيه بهالموضوع. طبعا نحن راح نشوف الاراء، او راح نشوف ايش هي الاسباب اللي خلت والاثار اللي خلت المراه او حتى الشباب بسن الشباب يعني ان هم يتوجهوا للانتحار. طبعا المراه هي اساس المجتمع، فراح نشوف ايش السبب اللي يخلي المراه او سن الشبيبة يتوجهوا للانتحار. طبعا مهم جدا انه نعطي عدة ورشات عمل، ان كان عن الانتحار، ان كان عن المخدرات، عن الفساد الاخلاقي، وعن الابتزاز الالكتروني. طبعا نحن كمؤتمر اسلام الديمقراطي وكرابطة آل البيت وكمجلس المرأة، نحن يعني مواضيعنا راح تكون هي مواضيع اجتماعية ولكن بطابع ديني. فنحن راح نشوف ايش اهم النقاط اللي يعني اليوم الابتزاز الالكتروني كلام نفس الشيء. صارت انه بعض النساء انه اثر الاضطرابات النفسيه او ادمان او تعاطي للمخدرات او نظرا للظروف ماديه او علاقات شخصيه، وقد شهدت السنوات الاخيره الماضيه تسجيلات كبيرة لعدد حالات الانتحار، وحيث تم التعريف عن الانتحار وأسبابه ونتائجه والحلول. كان هناك آراء جميلة وغنية بصدد هذا الموضوع حول قضايا الانتحار وما هي الحلول للتخلص من الانتحار. أيضا نذكر هناك كما نرى أو كما نسمع دائما في المناطق المحتلة يوجد توثيق لقضايا انتحار في الآونة الأخيرة بشكل كبير للنساء، وذلك بسبب الضغط من قبل الاحتلال التركي وحالات الاغتصاب والتعذيب التي تحصل بحق المرأة، مما أدى إلى محاولتها الانتحار للتخلص من الضغط عليها. فكانت هذه نتائج سلبية أثرت بشكل كبير على المرأة، فيجب على النساء أن تكون أكثر وعي وقوة وإرادة في مواجهة المشاكل التي تواجهها بكل وعي وإرادة، وليس بالانتحار، لأنه اليوم ليس حل القضايا التي تعاني منها المرأة، بل هي تؤدي بشكل سلبي وتؤثر على المجتمع بشكل كبير. فيجب أن يكون لدى النساء وعي كافي في هذا الموضوع لحل هذه القضايا في المجتمع. ونذكر أيضا العنف الاجتماعي الذي يهدد المرأة من خلال القيود التي تقيد المرأة من عادات وتقاليد سلبية تضغط على المرأة، والذهنية الذكورية التي هي أيضا من الأسباب المؤثرة على المرأة والتي تؤدي فيها إلى الانتحار.
يعني اليوم هناك عادات وتقاليد كثيرة سلبية في مجتمعنا، كما نرى اليوم الضغط على المرأة في قضايا العنف الاجتماعي والنفسي، فهذه القضايا الاجتماعية تؤثر عليها أيضا نفسيا فتؤدي بها إلى الانتحار. فيجب أن يكون هناك وعي وقوانين تحمي المرأة من الانتحار، لتكون هذه القوانين هي الساحة الآمنة التي تلتجئ إليها المرأة للتخلص من الضغط التي تعاني فيه في المجتمع، الضغط النفسي أو الاجتماعي أو غيره من الضغوط التي تعاني منها. يجب أن يكون أيضا هناك دعم للنساء اللواتي يتعرضن لحالات كالاكتئاب أو حالات نفسية، أن يكون هناك مكان أو مساحة آمنة تلجأ إليها المرأة للتوعية عند وصولها إلى هذا الحد من الاكتئاب الذي أحيانا تفكر فيه المرأة في الانتحار. فيجب أن تعالج نفسها من خلال وجود مصحات نفسية لهذا الشيء. ليس عيبا أن تذهب المرأة إلى هذه المصحات أو أن توعي نفسها، بالعكس هي اليوم عندما تذهب إلى الانتحار هي ضد أفكار المجتمع، وأيضا تشجع عندما يكون هناك في المجتمع نساء يسمعن الانتحار، عندما تكون مكتئبة تذهب إلى هذه الحالة عندما تسمع. فقدر ونحن نقتل إنسان يجب أن يكون هناك أسباب. استعرضنا مع رفيقاتنا ورفاقنا أسباب الانتحار ووضعنا من كل سبب ما هو الحل في الجهة الثانية. اليوم وجدنا الانتحار في الهضبة.